الوصفه. الوصفه ديالنا عباره على قشور ديال البصله ملي تكون، ولكن البصله الصفراء. انا خديت الوصفه من عند مراه شي 10 سنين، هذه مراه كبيره قالت لي البصل الصفر، البصله الصفراء ماشي البصله الحمراء. وانا خديت هاد الوصفه كما هي، ما بدلتش فيها، دائما كنعمل القشور ديال البصله الصفراء. كنبقى فين ما طيبت ولا شي حاجه كنجمعهم، وما كيتجمعوا ما كيخسروا ما والو، كتعملهم مع في بلاستيك وعملهم في بلاكار حتى كتجمعوا واحد العدد، واحد الكميه اللي بغيتوا. المهم كتشبروها وكتغسلوها مزيان وتعملوا عليها القياس ديال الماء حتى كتغطيوها. وراه ما فيها لا ريحه لا والو، كتاخذوا غير ديك القشيره اللي ديال برا. هادي نخليوها تطبخ، من بعد نحسبوا، من بعد الغليان نحسبوا 10 دقائق الماء كينقص شويه. ها هي دابا رديتها كتغلى، حسبت حتى بدا كيغلى، عاد حسبت 10 دقائق. من بعد كتغلى كنزلوهم فوق النار ونخليوها تدفى. هانتوما اللون احمر زعما البنات، راه الا جربتوها ما غاديش تندموا، وما فيها لا ريحه لا والو. بحال دابا مثلا في الصيف، بالنسبه اللي غتعملها للتساقط الشعر تقدر تعملها يوميا، تعملها في بخاخ وتبقى تعملها وتشقق بداك بشي قطينه داك هذا داك البلاصه الخاويه اللي كتكون عندنا في امام الشعر، غير بقطنه، غير بقطن كنصفيوه حتى كنحصلوا على هذا الخليط هذا المحلول. كما قلت لكم ساعه قبل، اللي ما بغاتش تبقى في شعرها ساعه قبل الغسيل، الا بغات على تساقط الشعر والفراغات وهذا والقشره، ساعه قبل الغسيل نعملوها في بخاخ ونعملوها في شعرنا. اللي بغات بحال في الصيف يوميا، ما غادي تخسر والو، ما فيها لا ريحه لا والو، يوميا وتشبر بشي قطنه ديك الفراغات ديال الامام عاود تبدا تدهن فيهم صافي. ها انتم هذا البخاخ هو اللي كنعملو حنايا، مره كنعملها نعملوها يوميا، مره غير مره من قبل الغسيل. الواحد اللي ما يعقلش راه يعملها بحال في البرديه قبل الغسيل، اما في الصيف واخا يعملها الواحد يوميا، ما كتاثر ما حتى شي حاجه، ما كتبان لا ريحه لا والو. كنعملوها في شي قريعه هكذا ونعملوها في البخاخ بحال هكذا ونحتفظوا بها، ملي كيتقاد لينا كنوليو نزيدو. ما هي غير قشور البصل، ما كتكلف حتى شي حاجه. كتبقى انا عندي دابا في الفريغو، ملي كتشيط ليا كنعملها في الفريغو، كنزولها قبل بيومين قبل الاستعمال الا كان زايد، وما هي الا كانت هذا كتحطها في الثلاجه عاديه. من بعد الوصفه الثانيه اللي هي على الشيب الحنه البنات، واختاروا شي حنه تكون مزيانه كتطلق، ماشي اي حنه، حنه اللي تكونوا مجربينها. كتعملوا القياس اللي بغيتوا على قد الشعر، طول على قد طول شعركم، وكتبقاو تزيدوا شويه بشويه في هاد المحلول ديال البصله، كتبقاو تزيدوا غير شويه بشويه حتى كتحصلوا على واحد القوام. بغيتوه خفيف عملوه خفيف، بغيتوه ثقيل عملوه ثقيل. الحنه كنعملوها ساعه، بعدا كتبقى ساعتين ساعتين وهي محطوطه كتطلق، وبعض المرات انا كنعملها في الليل حتى للصباح عاد كنكمل عليها، كتطلق مزيان. زيدوا شويه بشويه خففتها شويه، نتوما الا بغيتو ما تبقاش تسيل لكم مع وجهكم ديروها شويه ثقيله، زعمت شويه في الماء ديال البصل. وضروري تخمروها ساعتين او ليله كامله، ضروري حتى كتطلق مزيان
وكتطلق ديك اللون ديالها، داك تتولي حمراء، كتبقى شي بحال هكذا خضراء، كتولي بحال هكذا نتوما حمراء، كتطلق ديك لهاد. وهاد كنكملوا كنزيدوا عليها معلقه كبيره ديال الخل، خل بحال هذا دابا، هذا ديال التفاح، ولا بغيتو حتى الخل الابيض، انا عندي الخل التفاح كنعمل الخل التفاح. هاو نعملو معلقه، نعملو هاد البيضه. والبنات اللي اللي عندها شعرها ناشف من الاحسن تزيد واحد الدانون طبيعي، غور طبيعي، راه عرفتوا راه كيعطي واحد الرطوبه وما كيخليش الحنه تنشف الشعر. نتوما كتحسوا بها شتي ملي غادي تعملوها غادي تحسوا بالرطوبه ديال الشعر، بحال الشعر كيولي داخله كتدخل فيه المشطه بسهوله، وما كتحسوش بديك الحروشيه اللي كتعمل الحنه، كتحصلوا على واحد اللون راه بحال اللي صابغينو، ماشي داك اللون لورانج داك المشوه ديال الحنه، لا كيعطي واحد اللون رائع بحال اللي مصبوغ. اما تعملوه ساعه قبل الغسيل اما ساعتين، نتوما شنو كاينه كاع اللي ما كتقنطها الحنه حتى تدخل. حنا كنعرفوا حنا المغاربه كنحكوا مره في السيمانه، على واخا يكون تدواش يوميا عندنا مره في السيمانه ولا 15 يوم ما يحك الواحد. قبل ما تحكوا عمليها لشعرك حتى كتحكي وتسالي، من بعد عاد غتشليها وكتعطي عاوتاني نتيجه مزيانه. واللي بغات تخليها في الشعر ساعه ساعتين، غير ما تفوتش ساعتين، ما تفوتهاش، راه زعما واحد الصباغه رائعه. هاد الماء د البصل راه ممتاز كما قلت لكم للتساقط، للقشره، الملء الفراغات، تيحيد الشيب، كتبان هذا الشعر كيبان بحال اللي مصبوغ اكثر. يا الا في الاول عملتوها كل سيمانه كل سيمانه، راه عاد من بعد تبقاو تعملوها على 15 يوم راه الشعر كيبقى زعما كيظهر رائع، واحد اللون فيه رائع. وكنصحكم بالقشور ديال البصله الصفراء. هتقولوا لي علاش انا ما كنتش سولت المراه، قالت لي القشور الصفر وانا كنثق فيها، بقيت كنعمل ديك وكتعطي نتيجه. ما عمرني جربت انا البصله الاخرى ديك الحمراء، كنعمل الصفراء مده هذه 10 سنين وانا كنعمل هاد القشور الصفراء، وكتعجبني كيعجبني اللون، كيعجبني اللون ديالها.